علاش كتهبط العلاج؟ علاش كتهبطوني؟ هبطتي طلعيك خويا انا ما زعما جرني ما تبقاش تهبطني خليني فما هبطتش دابا نهبطين امك قاع انا والله هبطتيني شوف الا هبطتيني حبيبي ديالي ما تهبطينيش اي نو ولكن هشام هشام اخويا مرحبا بك انا راه ما عمرني عرفت عليك مرحبا بك فريدم اوف سبيتش انا فريدم اوف سبيتش انا اي ديك اللايف ديالك معايا ما بغيتش نهضر معاك عرفتي علاش واش غنهضر اختي معاك علاش اخويا واش انت ويا ما محاملينش ولا شنو انا ما عنديش فيها مشكله هو عادي دابا عرفتي مالو فويسكا مالو دابا عرفتي شنو طالع كينقول علاش تا هو مشى له فيديو مصحاب 105 فيديو دار رياكشن اللي دار عليه على كي باسا بدا كيسبني فيها مشاروا الفيديو ضربتوا له في يوتيوب دابا طالع نفقوز ديك شاش طالع كيسب حرب اليوتيوب حرب اليوتيوب خصو تام هذا انا اللي طلعت له الكونت انا اللي بينته في السوشيال ميديا طلعت له الكونت انا اللي عاونته في الاخر بدا كيخسر الهضره في عباد الله قلت له شوف دون صالح لا بقيتي كتسب عباد الله ما غنبقاش كيسك راه حق هادشي كامل قلت له خويا لا بقيتي كتسب الناس ما غنبقاش نطلع معاك علاش حيت دابا الا ما نطلع معاك والناس يجيو عندك من الطرف ديال وانت تبقاي تسبيهم ويجيو عندي الناس كيقولوا حشومه عليك هاد الوسخ كتقد تطلعوا لنا شنو درت انا ما بقيتش كنطلعوا معايا بعدت منه بدا كيدير عليا اللايفات وكيسبني وكيبغي يحاربني صافي هادشي اللي كاين هذا هو المشكل اللي بينه وبينه ياك ما دخل اهيا ياك ما دخل بيناتكم بنادم تا هما راه غراق بنادم تبرقوا اش غير انستغرام انستغرام كاين بنادم شوف انا ما طلعتش كنسب وشوف هذيك البراش اللي هضرنا عليه باش النيفو كيدير فاش طلع كيسب طلع في الفيديو حتى يسب قالك فليوس مؤثر تقطع هشام صوتي تقطع اخويا ما عرفش علاش هز التليفون هز التليفون هو سامجا هو سعاو لي 2000 درهم سام هو سامجا سمع شنو وقع فويسكا فويسكا سمع شنو وقع سمع واسمع شنو وقع قلت لكم هذه ساعه داروا عليا فيديو في اليوتيوب اها يا قلت لكم داروا عليا فيديو في يوتيوب وبقاو كيقولوا بقاو كيقولوا دابا الشكح كيقول نزار ما تسميش ما تقول سميتو راه غيمشي لنا الفيديو ومشى لهم الفيديو بلا ما يقولوا سميتك والله هذه علامه هذه عاينوريكم دابا انتما شوف شوف اخويا ولكن راه دون صالح والله العظيم الا ظريف انا عندي اختي كيسبني ماذا وانا شنو نشتني وبينه انا ما على باليش بيه كاع اهدر اهدر دابا هذاك شنقول لك شوف شوف خي تامر دابا هو حيت تحاور معايا ما يقدش عليا في الحوار اش كيدير فاش كنبقى نتحاور معاه لا هو باش عرفتي ما يقد عليك في الحوار ودابا خليني نهضر خليني نهضر خليني نهضر واش جربتها ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه دابا اش كيدير فاش كنطلع كنبقى نتحاور معاه وما كيقدش عليا في الحوار كيبقى يسب فهمتي اش كيدير وانا ماشي ديال السبان حيت شنو دابا دابا اختي الا ما طلعت عندك قلت لك انا ندير امك دير باك دير باك وهبطنا شو استفدنا شو استفدنا والو نو 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 ما تعرفش انا ولكن طلعنا وهضرنا وحاورنا نقدروا هاد الناس اللي كيتفرجوا غيستمتعوا بالفرجه هذا كيطلع غيبقى يسب علاش كوم كوار اش كيبغي يدير انا سبيت الملولي باش يبان واعر واش فهمتي انا ما عنديش نطلع معاه دابا انتوما شوف واش يمكن انت وياه انا دابا بندخل بخيط ابيض بغيتك انت وياه تحاوروا وتهضروا وتكونوا انا عندي ما ندير بها انا ما بغيتش تشوف شوف هانتي اش راه علاش علاش كنهضروا في بريفي 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 غاربه بزكم باغي اسمعي اسمعي دابا غير اسمعي دابا انا ما بيني وبينه والو ما مأديب حتى شي حاجه ما سابو ما والو ما بغيتش نعرفو هادي شوف هاد هاد بغيتك شوف 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 صحابنا مالهم خلينا نشوفوا الفيديو بعدا انت عملوا ما هو صلاح عافاك اهدر عافاك اهدروا عاديا ما تخصموش بلاتي هشام كون ترجل معانا دابا صافي ها هشام وانت اللولي باغي دير اشاره الله شي عندك باش تدخل تابونا وما تلحقش في اليوتيوب انا كنتحاور معاك دابا انا خديت عليك في هذه يلاه الوقت هو يلمسطين اش كيدير كيوري لاشين ديالو في اليوتيوب انا قصه عاديه باش تقوم يتفرجوا في غير البلا ما كيمكنوش كديروا الاشاره بالفن علاش كنقضي عليها بحال هكا كنقضي عليها هذا المص اه واه علاش لك تيفش كتقولوا ندخلوا اليوتيوب لا ما بقاش وريهم زعما ها وكدير راسك زعما نزق
ما نسبك ما والو، انا نهضر معاك. رايح شي شالك هذه لا تك عاد اهدر نقاش نقاش شوف صلاح اخويا هاد اللعيبه ديال الكوبي رايت ناقش مع هاد اللعيبه ديال الكوبي هاد اللعيبه ديال الكوبي رايت بعيد الاشاره قبيلاتي الشاب فيصل عرفتي فيصل مغني لاح واحد الاغنيه ديال واحد السيد هو الاخر غناها وهضر معاه قال لي داكشي زوين ولكن ملي لاح هو ملي لاح الفيديو ضربوا بكوبي رايت هذه كتسمى تخلص لاسيرونس ديالك كتكون عندك القناه مسيكيوريزيا تخلص القانون ولا واحد الروبو اللي يهضر عليك ولا اللي حطك السميه ديالك كيطير ليه ولكن خصك تخلص تخلص الفلوس انت عمرك درتي شي فيديو عليه في يوتيوب والله خويا ما درت لا فيديو لا والو درت واحد الفيديو درت واحد الفيديو كنفهم ماشي انا نهضر عليه على واحد الكلب كنديرو في الكليب ما عطاش ياكل وداك الكلب مقاوف عليه كيما بيت الكلب محصر وهضرت على الكلب ياكل اصاحبي واش انت كدير رياكسيون اش هو الرياكسيون بزاف داكشي مشي ديالي داكشي انا دابا هاد القضيه ديال الرياكسيون بغيت نديرها في خبارك بغيت نولي نديرها في الراب مثلا وكنفهم ونقدر نهضر في نفس لا شاطر في الراب انت شاطر غنولي نظلم غنولي بحال دابا نظلم الدراري ولكن اغلبيه الدراري صح كنقول خلي بنادم عادي انا بالعكس بلاش بلاش انا اسمع اسك انا ماشي هو الزملولي اللي بقى كنتعلق فيه نتفلق انا ما كنعرفش حاجه ما ندخل ليهاش انا كنعطي ربي عطيني في السبان كنسب المهم مع عند الله حيدها لي تحيدني حوي امك لا ولكن دابا شوفوا دابا كاين تناقش الواحد يكون دابز ولكن يتهضر مع بغاش ما بغاش ثاني طيب قلت لك ما بغاش يهضر صافي تليفوني غيموت ماشي مشكل غادي نهبط انا ونخلوه هدوي انا بغيت نتفرج بغيت نمشي واش كيقول عبدو كاين ما كاينش عبدو كاين عبدو بشي نعاس بشي نعاس نعم عبدو كاين كيقول مثلا دابا اسمع دابا انا ما كنعرفش نغرس الغرس مثلا انا ماشي جاردي ولكن يجيبوا لي هاد الكلو هذا يجيبوا لي الغرس يقولوا لي غرس غنغرس هاد الغرس هنايا وغنقدر نجيبو ماشي هذا نقدر نضرب التماره ولكن ما غنجيبوش كما بغاو هضر اخويا ومع المده غير ولي صايبو هاد عبدو خوني هضر وهضر الشمس راه خويا الشمس ما تنقراش الكومونتيرات ديالك ما تنقدرش في والو انت داير عبدو لك شي انا في اللايف ديديكاس لك مع الخوك دونسا خويا عبد الحميد ما تشوفوش بالحق والله ما تنشوفوش حنايا فين كاين عبدو فيسكا عبدو زهير وايكون عبدو واش كاين عبدو هنا انا بطلع عبدو انا بطلع عبدو فيسكا وقف عندو البالي هبت شي واحد تابت كل شي هاد يومين هادي الانستغرام قودة اخوتي هشام كاين هنا ما كاينش ما تنشوفوش سميتو عبدو ما كاينش عبدو الا كان اخويا طلع معانا عبد الحبسي ناعس قال لك ورا عندهم هما دابا التوقيت عيد فيسكا طلع فيسكا شنو هنا اختي إلهام اختي إلهام انا كنحتارمك و طلع لي واحد يسبني راه غيسبني لا 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 شوف هشام اختي إلهام شوف اسمعي انت اختي انا ماشي غنقص منك ولا شي حاجه انت يلا دخلتي للسوشيال ميديا يلا جديده في هذا الشيء ما كتفهميش في هذا الشيء هادو راه حافظهم راه كامل هادو انا نطلعك ونطلع اي واحد المهم انا تنقول لك لا لا انا كنهبط الشروط ولكن باش يسب لا انا ما بغيتش نتسب انايا واش نخلي شي مصطفى في اليوتيوب نخلي فيديوهات فيهم السبان في اليوتيوب واش فهمتي اختي الى ثاني سمعت هشام كيبقاو فيديوهات في اليوتيوب فيهم السبان مرحبا بك اي وقت ولكن انا ما عرفتش الله يكبر بيه الله يكبر بيناتكم بيناتكم من قبل فهمتي اسمعي دابا هو غادي يطلع راه ديما كيدير كنبقى نتحاور معاه كنزمتو كيسبني دابا اش غنتحاور معاه غادي نقول دابا هو هي جات يسبك حتى انت درتي ليه شي حاجه تيقول لك حتى تسبي لي بنت ستاتي حتى انت كنت تسبها واخا قبيله راه تسبيتاش انا تكلاشيت انا وياها في اطار الموسيقى في الراب ما سبيتاش انايا
ايوا الموسيقى اخويا ضب فين شوفو انا عندي اللي سبك سبو واللي يهضر معاك بغيت نناقش معاك نتناقش معاه وصافي واختي الى واختي الى ما نخلي وجهي موسخ في اليوتيوب غنبقى نساب انايا هادشي عزيز عليا موسخ انا اخويا وجهي كاع يلاه جديد وراه موسخ تحطوني في اليوتيوب ما عندي لا يوتيوب لا زيد آه واختي حنايا ما كنطلع شوف توسخنا بما يكفي داكشي راه عرفتي شحال توسخنا معاه مبارك صافي اخويا انت دابا انت دابا بيت دير عقلك وبيت تكون في طريقه اخرى ياك دابا اسمعي دابا شوف دابا عطيني دابا عطيني عقلك قال لك انت باغي دير لاشين ديالك في يوتيوب باغي دير لا بيبليسيتي داكشي اش كتهضر عليها دابا في اللايف واش انا لاشين ديالي فيها مليون ونص وندير لا بيبليسيتي فيها مليون ونص اش ندير لا بيبليسيتي واش هذا حمق واش صافا بعقلو دار دابا في قصه ضربت له فيديو ها هو ده عندي دار عليا فيديو ضربته له في يوتيوب بقى فيه الحال وداك البراش داروا عليا فيديو هذه ساعه ديال المكانه قالوا ما تذكرش سميتو باش ما يمشيناش الفيديو شالهم الفيديو براش اخويا براش واش دابا واش شي كيهضر شو الطريقه كي كيهضر شو كي كيبقاو يسبوا وانا اش كنقول لهم انا اقسم بالله والله اختي الى ما حقد على حتى شي واحد لا الدون صالح لا باين عليه باين عليك باين عليك والله ما حقد عليهم ولا شي حاجه شنو باغي باغي اختي عيد الثقه بغيتي الثقه بغيت صافي بقى بعيد انت في داكشي ديالك ولا داكشي ديالي بعد مني ونبعد منك واش كنقول شي كلام ديال العيب واش هادشي فيه عيب لا نو نو ما بقيتش باغي نعرف داك الناس شوفوا كاين واحد تيكون مبرهش من قبل وتيكون واحد الطريقه تسبني سبك وداكشي بحال مثلا انا نسبني شي واحد نسب ولكن تجي واحد الوقت ما نبداش كاع نسب واخا يسبوني ما نسبهمش فهمتوني يمكن هو خدا الطريقه هكا وصافي انا ما كنسبهمش انايا انا ما عمري سبيت شي واحد ها هو هو فيش كان كيهضر عمري طلعت جاوب انا والله عمري ما سمعتك تفق يعني ما انا ما راك ما شفتش مطلع وتلقى خبير كنسبك شوف ودابا في انستغرام ودابا عرف شوف فويسكا اسمع فويسكا عار الله كنقول له خويا الله يرحم له الله يرحم لك الوالدين انا كنعاودها في اللايف دابا خويا الله يرحم الوالدين بعد مني دابا اخبارك اخي فويسكا دابا هادو كيقلبوا معايا على الحرب واقسم بالله تنضمرهم والله تنسالي درت صالح انت ودون صالح تصالحوا معاه ما انا ما بدابش معاه باش تصالح معاه انا اصلا ما بدابش معاه داكشي ما ايوا تتبان بحال انت وياه داكشي غير انستغرام الهام فهمتيني انا ما بدابش معاه ما والو ولكن صافي كل شيء افتقاره عنده فهمت عاوننا وعاون شوف فويسكا يفهم ودابا كنقول اقسم بالله فويسكا هادو كيقلبوا عليا اقسم بالله تنقاضيهم والله يتنسى لهم السوشيال ميديا انا ما باغيش ناديهم وما كيقلبوا عليا وانت راك عارف هادشي نقدر ناديهم والله اخويا تنضرهم هذا حقك حق كل واحد ودابا بهم كتقول دابا بحال كتقول واش سير بعد مني انا ما بغيتش نضربك وباغيك تضربو وسير بعد مني وما با... وديك خوهم اللي في فرنسا البارح طلع كيسب وسير انت مرسك تجي حس الله تضرب هذاك خوهم بعدا اسكت هذاك كيقول لي اخويا اسمع وعيد نحتارمو اسمعني عيد نحتارمو ما عمري قلت له شي كلمه خايبه ولكن ديما كيطلع في اللايفات كيبغي يدير فيها واعر باغي دير فيها واعر انت ما تبقاش مرتك تدخل الزلال عليك للدار عاد هضر يلاه وسير تكمش ولا ولا تهضر تنطلع معاك 66000 دابا كيلومتر اقسم بالله وما تبعدوا مني والله تنسى ليكم في السوشيال ميديا هما دو الناس يشهدوا عليكم 4000 اللي في اللايف وهاد الناس يطالع معاهم هاد الى اول مره غنطلع معاها هي تشهد اول مره اقسم بالله والله اختي الى ما هادو ما يبعدوا مني تنقاديهم في السوشيال ميديا والله تنضيع لهم حياتهم بالله هما يبعدوا مني اللي عطاك اللي عندك حاجه حطها دابا هما فلوس كيكتبوا ما راه شادين عليا شي حاجه ولا ما والله ولفتيه انا كنعطيكم شي حاجه انا كنقول لكم فوفير اللي عندكم شي حاجه عليا حطوها انا بغيتكم تبداو باش نقاديكم من السوشيال ميديا باش نتهنى منكم هشام اخويا احنا شحال تنطلع مع فيسكا دابا نطلع معنا باللايفات مع بعض 6 شهور دابا عمري ما سمعته جبداك ولا سبك لا اول ما طلع وليد انت دون صالح مع لا ولد القحبه قالك سبيتو انا ماشي سبيت شو ماشي كان كيسبني فويسكا كان كيهضر عليا فشي لعيبات انا ما شي حوايج ابار داكشي ابار داكشي كيبقى داكشي شخصي ولكن انا ما كنس انا هذا عمري سب ليه مو حيت مو كنت كتعيط له كدعي معايا ما نقدرش نسبها ولكن هذا دابا هو خايف فويسكا انا كنعرف دابا خايف تامر دابا خايف تامر دابا سمعني اخي فويسكا سمعني اخي تامر دابا هو كيطلع هاد الشكح ملي ما لقى ما يدير يبقى يقول الكلمه الاولين البنات ضربتو خي سامير ديال البنات كاملين فيهم مشاكل القصه ديال الليل فيهم مشاكل القصير كاملين مشاكل شنو طلع تقول للبيبليك شنو طلع تقول للبيبليك مثلا ضرب البنت عينه فويسكا عينه فويسكا وهو المهم بقى كيتحرش في ديك الدريه كيقول لها نوضي للبيت
بغيتي تحوامني ما بغاتلكش خرجتي ما بديتيش معانا خليتي معايا غير داك البرشلونه الحال اللي بقى فيا انا راه مشي ولد حرام واخا كابر مع بغيتك غيسك غيسك صافويسك المهم حوامك يا الزاب الله يرحم الوالدين هيا باتسايا وغيسك صافويسك غيسك صافويسك دابا نتوما اللي كتسمعوا انت تامر وإلام وحالي ما طلع حتى واحده تامر الله يرحم الوالدين لا الحكومه ماشي تطلع حكومه ماشي مشكل انت اسمع واقسم بالله دابا خايف ويسكا دابا الجلسات ديال القصاير وديال البنات وديال اللي شنو فيهم غير المشاكل شنو فيهم دابا هاد البنت تقول من الوليد ضربها ولا ضربه فيهم المشاكل فيهم السكس والمضاربه هادشي اللي فيهم دابا نسوق سؤال دابا عار الله دابا هاد البنت كتقول من الوليد ضربها ما كتقول تهضر عليها زعما على على شكون على حجه مسخه غريبه كتهضر عليها على ما كتهضر خلصات عليه خلصات ضربنا وراك وكاع العالم اللي كيقصر قصير ديالي اللي كيضارب مع البنات وكيضاربوا معاه وكيضارب مع الدراري وكيضاربوا مع الدراري حيت الجلسات ديال الليل فيهم ايش الشيطان كيحضر من الاخر زعما دابا انت الشكحه كتطلع من الاولين البنات وهي كنا كنجلسوا مع البنات وضربنا مع البنات عندك شي حاجه ما تشوفين عندك ما تضيف شي حاجه وحده اخرى عندك شي حاجه ما تقولها هادي كامل الصلاقات كامل الزوافريه كيضاربوا مع البنات وكيكون الجلسات ديال الليل فيهم مشاكل عندك شي حاجه وحده اخرى من غير هذا الشيء عندوش تعطينا راسنا من البنات هشام اخويا نقدر ندخل بينك وبين صلاح خيط ابيض عافاك لا هو يسب ولا انت تعمر ما بيني وبينه والو ما بيني وبينه والو ما بغاش قال لك ما بغاش يدير معاه يعني اذا طلع طلع خيتامر انت راك ما كتعرفوش هذاك راه يطلع تهضر معاه جوج كلمات خيتامر اخويا احنا كنا كان بيننا مشكله كبيره مع صلاح بس سارت المشكله يعني صافي انا راه والله تامر ما بيني لا عارف عارف انا ما نشوف انا هضر مع واحد ما كيعرفش يتحاور واحد شنو باش غيفيدني باش علاش غيهضر معايا ولا نهضر معاه ياك هو مقتنع شوف دابا انت اخي تامر عندك واحد المحتوى في السوشيال ميديا انت ديك المحتوى مقتنع به واش انا عندي شي دخل فيه الله يسهل عليك يعني هو ديك المحتوى اللي كيدير مقتنع به كل واحد حر ديك المحتوى اللي كيدير هو مقتنع به الله يسهل عليه في ديك المحتوى بعدين مالك يا حبيبي حطيت الحامض مالك يا الحكومه مالك يا عمري حكومة حماد الحكومة ايش بدوك شنو تديري بديك الحام سمعيني صوتك الحكومة تحكي اغلاد الحكومة ايش شنو تديري بديك الحام اهو في الكومنتر اكتبوك شنو تديري بالحام حمد شوف حمد حمد وحسي محمود إيزا إيشام عمرو ما كان جينا حاجة وعمرو ما سبنا تامر كيف نسبكم أنا لا تامر بغيتك تطلع إيشام ملودي أنا لو خدتك ما غنسبكش صام وتامر بغيتك تطلع صام بغيتك تطلع صام يعاود لك كيف صيفطوريه وقالوا له صيفطنا 2000 درهم عافاك تستعرف الدرهم وصول أقادر نعطيوها لك ولا تقحب لك يقول لك أنا كنقول لنا السيفطورية طلع صام أنا نهود وطلع صام أصابي شوف شوف دبروا الراس وما فويسك احنا دابا ما طالبين والو هاد الناس طالبين منهم التيقار تيقار وصافي كل طريق الله يسهل عليكم دون صالح الله يسهل عليكم شكوحة الله يسهل عليكم كل شيء الله يسهل عليكم نزار بغي يطلع نطلعوه هشام طلع ولا بغي يطلع طلع هذاك وجه محكه اياتك كي جيتك اياتك عندي اختي الدار عندي اليوم حل شي داخل شي خرج شي سائله من شي حليل وحيدي منك كيتخسر الهضره تولي زوين مابقيتش تخسري الهضره واحد روح شي غزاله باش تخسر الهضره انت عارفني كيخسر انا راه كتبغي ورقه باش نخسر فيها الهضره لا صعب بلا تخسر الهضره حيدي تخسر الهضره يا خويا تكلمت مع الانستغرام راه حقروني نار لا انت زوينه بلا تخسر الهضره زوينه علاش تخسري الهضره حنت اللي خسر انت عايشه في امريكان ما تخسري الهضره صافي انت في امريكان انت في امريكان صافي انا خويا راه هما اللي حقروني منين تيخسر معايا الهضره انا تنعطيهم ما نسكت ما تبقيش تخسري الهضره والله انت زوينه بلا تخسر الهضره بعدين تخسر الهضره ما عندك ما ديري ولا وراه ماشي الله يكون له تخسر هذا اللي كيسمى كتسمى راه هما بالعاني كيبغيو يخرجوا منك ديك الخيوبيه اللي فيك بالعاني كيبغيو وراه ما عندي خيوبيه راه عندي كتاب هنا فيه تخسر الهضره والله غادي نكتب راه انا بابا في البوليس
الله يرحمه والله العظيم ما عندي تخصال هضره ما تنعرف تخصال هضره جامعه فينا ما نزلت لا تجيت الامريكان ب 10 سنين عاد نزلت الجامعه فينا الحلاق ما عنديش والله وراجلي جيت جوج بوليسينا تحيه للبوليس الامن الوطني كلكم تحيه للبوليس كلهم I love you so much لا 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 الهام I love you ملي تتخسري الهضره من لولي تشرفنا خويا السلام عليكم وعليكم السلام خويا لا انا تعجبني الهام ملي تتخسر الهضره بيناتكم اخويا الله يسهل عليكم انا كتعجبني ملي ما كتخسرش الهضره لا انت كتشوفني هشام انت كتشوفني ولا شنو كنشوف اختار لك لايفات كتعجبوني فيهم كنبقى نشوف شي لايفات اه ورا ديك النهار ديك اليوم بقى لي انا كتعجبني بهذا شوف شوف كتعجبيني بحاجه وحده هي فاش كديري عليهم لا بوكس والكاراتي كيك بوكس لولي اخويا الهام شرب don't fucking tell me to shut the fuck up that's bad word don't talk to me like that لا مفراسك فراسك حشوم عليا عندنا بامريكا تكون واحد شرب شرب رفيق تقول له موت يعني سد كل الناس تلقوش شرف 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 إلهام عرفتي شنو إلهام هذا راه كيقلب عليك باغي الكيك بوكسين على شرف نفس اللولي يلا هضر معاه بلاتي اللولي اللولي اسمع لي اخويا هادي شوف هادي الله يسامحك إلهام الله يسامحك إلهام صافي اللولي اسمع لي إلهام إلهام بدون سبان المراكشية وبدون هاد الأشياء ما تسوى والو عطا علاش كيقلب إلى مرة بغيك تسبي قال لك من غير سام من غير سبان بيتر بيتر he's fucking talk to me like shit right now بيتر فين بيتر wait 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 ما تسوى والو إلهام إلهام البارح ملي مشان الانستغرام مشان الانستغرام عيط لي تامر وإلهام وهضرنا مع بعضياتنا وشكون معنا شكون معنا انا معايا الصديق ديالي في الدار قال لي I'm so happy اسمح لي إلهام قالت لك نسيمة قالت لك بعدي من الكيك بوكسين ولا غتفرش شوفي نسيمة انا اختر على بفوق الشابة جاتني كاد ومريكان شوفي انا اول fuck you up يا نسيمة انا وياك غادي نشدك سنانك تحسبيهم في الارض سنانك ينزلوا في الارض تحسبيهم مي تو انا الهام تتلعب يلا تكلمي يا نسيمة طاكي على ربي الهام انا بغيت ندير لكم واحد تحدي بينك وبين الملولي ديروا تحدي بيناتكم هابطين المغرب حندير تحدي باللايف ايه اللايف يعني من الاولي غادي تبوكسه مع الهام والله كنجمعو بنص غنجمعو واحد النص ونعطي واحد القنب مع سنطحتي كبيره نعطي واحد القنب بعدا نرسي واش باغي تدبر عليا خايفه ما هي راه باسبور زرق لا من الاولي حاجه أه؟ لا من لولي باسبور زرق دابا اش غدير معاه باسبور زرق وانجي عادي نص ساعه يعطيك واحد الركبيه نخاف عليك غير شوف نخليك شوف إلهام نخليك تضربيني بنص نخاف عليك غير تهرسي وتلصقيها فيا انا عاد ربي كيفاش تهرس انا 42 عام والله العظيم ها طلعت قهوه هاكا إلهام هاكا بلاتي بغيت نقول اش عارف انا روحت 30 عام تهضر فيك مزيان في حقها تهضر فيك مزيان
غيتا طلع اختي طلع ورينا نيت نسيمه قالت دابا توريك الشعكوكه قالت عقل عليها الشعكوكه هي اللي نجرك انا شوفي عندي ديال الحلابه انا ما نهضر الحلابه انا دابا لابسه الشبيه ملي نسلك غادي ندق لك العظام ملولي ملولي قلت لكم ما دار ليا حتى شي حاجه وناس ما ماشي راجل تفخر لا انا ما كندير والو انا غيتا سكوت ديالكم السكوتات القطاطعيه الشمكات هي تبقى لي غير من الاولي هو اللي طلع معايا صافي خلص لا والله اقسم لكم بالله الشاب من الاولي عزيز عليا دوزت انا وياه ايامات زوين صافي اليوم شوفي اليوم اختي غيتا درتي شوف ديك النهار ضحكنا قلتي لي عافاك عافاك راه ما هضر هضرنا بغاو يسقوا لي فيلم شوف شوف والله العلي العظيم شوف قدام هاد الناس والله ما كان معنا في مراكش كان في ابل دابا شنو وقع ديك النهار دابا شوف دابا شنو وقع تامر غيتا اتصلت بيا جاوبتها كنهضر معاها كنهضروا انا وياها قالت لي شوف شنو واقع كيسبوني كيديروا لي انا بعدت منهم انا كذا كنشوف دبروا راسكم داكشي كيبقى بيناتكم انت انت النهار الاول صرتيهم عليك يعني هضرات المعقول هما يصونيو على هذا كانوا كيسبوها وهي تقول لي عافاك الميمه لما تهضر داروا السبيكر داروا اوت بارلو هضرت غير بالتليفون قال لك نزار راه مع مرتي كتخونني مع الملول وانا غير بالتليفون هضرنا ضحكنا ديما ديما كيكون جالس مع ليه ما بيه وكيتقيد انا كنت غادي مع غادي في طوموبيلتي طرون كي غادي نسجل واحد التراك ديالي حتى قال لك راه مع مرتي والمشكله قلت له في ديك لابيك اخويا انا ماشي مع مرتك انا مع غيتا قالك لا والو مرتي كتخونني مسكين غايب انا مسكين حتى هو هذاك يمقيد والله دابا عرفتي شنو غيتا وقع لهم دابا ضربت لهم واحد ربعه الفيديوهات كانوا كيسبوني فيهم ديك جوج الاغاني واحد جوج الفيديوهات اخرين دابا اليوم داروا واحد الفيديو هادي شي ساعه وخدامين كيقولوا ما كيقول نزار ما تسميش لا سميتي راه غيطير لنا الفيديو وطيرت لهم الفيديو دابا راه كيسبوني في اللايف ديال اللايف كيسبوا فيا زعما حتى يشوف ها هو 5 كيلو هذاك ربع كيلو طلع دام اخو ربع كيلو اللحم كي دايره هاد القحاب طلعوا معايا قبيله بغى يدوروا على اسماعيل مسكين غيتا اسماعيل كان معايا قبيله اختي شفناها هكا انا هضر معايا وقال راه مسكين ما عندوش يا عاونوا غادي يعاونوا الناس وحتى حنا براسنا نعاونوا بين وجهه طلع معانا والله كي درت اللايف طلع انا اسحابي ولكن اسماعيل عنده ضربه خايبه مسكين اختي قال لك انا شفت الكسايد ولكن هذيك السيده ديال الموس ماشي كسيده ديال الطوموبيل الطوموبيل بعدا تكون بروزز بعدا ضرب الطوموبيل هذاك الشيء يطلع بق ماشي ها مشى لك الراس شي واحد شي مقدم شي موس حطك ورا انت كنتي في البوليس اغيتا دابا هشام تبعي اسمعي اغيتا دابا هشام قال لي كيقول لهم هو ولا تيخرج يقول لهم عافاكو عطيو ليه الثقار ودابا وصلت لي كيقول لهم عافاكو اسمعي اسمعي اغيتا اغيتا اسمعي قاسين كيقولوا في اللايف البنات ما البنات كما شي يدير البنات وكيضرب البنات وشي يدير كما شي رحمات شوفوا شي حاجه جديده عادي راك راجل اميري ما تكويش اغيتا دابا شوف دابا قال لك انا كنضرب بنات كندير بلا ما نهضروا على الليله المعلومه انت كنتي حاضره فيها كون ما فكيناش ديك البنت بقى نهضر بزاف بالدلائل ودابا راه خدامين كيهضروا في اللايف طلعوا لنا فراسنا طلعوا لي فراس كتقول لهم الله يرحم الوالدين بعدو مني وتفرقوا عليا وما نصلحش ليكم انا راه كنلعب الكونت الثاني ديالي هذا علاش ما باغيش نرونها اقسم بالله غير كيقلبوا عليا غنقاديهم وانت عارفه شحال من حاجه كنتي حاضره فيها صح وعارفه الفيديو المعلوم عارفه اللعيبات وعارفه بزاف ديال الحوايج هادو ما عرفتش شنو باغيين دابا كتقول لهم الله يرحم والديك راه غناديكم في حياتكم عمرك ما قلتيها ملي ما شفتك تقول له عافاك الله يرحم الوالدين تبعدوا عرفتي علاش كنقولوا بعد مني الله يرحم الوالدين باش ما ناديش راه نعطيهم كثر الكلام كيما بغا ونضرب امهم شوف راه انا شوف حتى واحد ما كيعرفش عطيهم اخويا مالك انت الهام ما بغاش تمشي للحبس اختي الهام ما بغاش تمشي للحبس الهام سامر حتى واحد ما كيعرف هشام بحال اللي كنعرف انا قلتيها تيبقى ساكت وكيصبر على حقه وكيفاش كيتعصب راه يقدر يدخل راسه في باب يقدر هو يجيبها في راسو راه تيبقى وراه بنادم راه الضغط كيولد الانفجار وراه بنادم من اخويا كل واحد بالتقارو هما بقاو موافقين ايوا انا نفاجئ دابا ما ميت لهم الحوت دابا ما ميت لهم الحوت خاصهم يجبدوني ضروري باش انا نبقى نهضر نبقى مشبطين فيا مجبدين معايا لاستيك انا ما بغيتش نبد معاكم لاستيك انا ماشي كونسيبت واش انا غير كونسيبت معاك يمشي ما يديروش شي كونسيبت
لا انت دير شي محتوى. انت الا ساليتي من السبور راه عندك كونسيبت واحد اخر. انت كتصنع ما ساليتش من السبور. انا مازال في السبور مازال مرات الا السبور واحد اختار ماما ما بقيتيش كتبين داكشي ديال السبور على درتي عاوتاني الغناء والراب ايتو. دونك انت عندك واحد الكونسيبت ديالك بينا خاص بك. ني ما 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 عرفتش راه هاد... الواحد ملي تيكبر شويه في العمر تيتبدل. تبدل تبدل ماشي خايف منك راه هو تبدل راسو تبدل راسو الاحسن ماشي خايف منك غادي تحقر عليه وتبقى دايره. دابا شوف شنو قالوا لي الدراري كيقولوا جالسين كيقولوا في اللايف راه ما يلملوا لي صحه راه غنحطوا لكم المرته وعيطوا لها. شوف صح ديروا الفرق. وما كان الواليد ما كانش غادي تمم صحه راه انت عارفه روسيا الواليدين كيقولوا هذا الدراري الوالده الوالده ديال هشام حاجه وهضرت معها انا لا حشومه الوالدين لا 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 تي تي لا عاوتاني ما يبقاش بنادم يبقى ابيوزي يبقى يقول شي هضره باين ما بغاتش اقسم بالله. يمكن هو انت يمكن كنتي دير المشاكل من قبل حتى يكون واحد زي حبس 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 شوف 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 حبس حبس الى 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 ممكن تسكتي الله يرحم الوالدين دقيقه تسكتي الله يرحم غير تسكتي حبس حبس. دابا ملي وصلنا النمره ديال ماما ملي وصلنا النمره داك الشيء طلع اللايف ب 10 غادي يسمعكم الصوت ديال خوه باغي يغتصب بنت صحه. طلع طلع اللايف طلع بغيتو الحرب طلع اللايف طلعوا اللايف ب 10 غنساليكم هذا النهار هذا انا شكون هذا هادو من الملول من على من تدوي ما خش كحسيمو طلع طلع اللايف يلا بارطاجوا اللايف بارطاجوا اللايف شوف شوف بارطاجوا اللايف سيمو سيمو